أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن القرية التراثية التي أنشأتها وزارة الإعلام تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، في إطار رعاية جلالته للجهود الوطنية الرامية لتطوير قطاع الإعلام باعتباره مرآة تعكس هوية الوطن ومنجزاته الحضارية، مؤكدا أن جلالة الملك المفدى أيده الله هو الداعم الأول للجهود الإعلامية والإبداعية والتراثية في المملكة. وشدد سعادة وزير الإعلام على أن إنشاء القرية التراثية يسهم في إحياء العناصر المميزة من ثقافة البحرين وتراثها الغني، موضحا أن القرية تهدف إلى احتضان كافة الفعاليات والمهرجانات الوطنية والخاصة، بالإضافة إلى إنتاج البرامج والفواصل التلفزيونية الخاصة بالموروث واستقطاب شركات الإنتاج المحلية والخليجية. مشروع القرية التراثية الحقيقة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى الدائمة للاهتمام بالموروث الشعبي. تاريخ البحرين غني بهذا الأمر. هذا المشروع طبعا يأتي ضمن مشاريع وزارة شؤون الإعلام من ضمن برنامج عمل الحكومة، حكومة صاحب الجلالة الملك المفدى برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو ولي العهد، كانت داعم أكبر لهذا المشروع وتنفيذه بأسرع وقت. هذا المشروع تم الإشراف عليه من خلال فريق بحريني مختص ومهتم بالتراث وبالموروث الشعبي. تم تنفيذ هذا المشروع خلال 180 يوم، شارك فيه أكثر من 300 عامل، اشتغلوا على مدار الساعة 24 ساعة عبر مجموعات تتناوب للانتهاء من هذا المشروع. طبعا هذا المشروع استثماري لابد الاستفادة منه على المدى البعيد. كان من المؤمل افتتاح هذا المشروع في نهاية فبراير، ولكن نظرا لهذا الظرف الاستثنائي اللي مر فيه العالم تم تأجيل افتتاح القرية التراثية، وبإذن الله تعالى بعد انقضاء هذا الظرف سوف تفتتح هذه القرية بشكل رسمي وللجمهور للحضور ومشاهدة هذه المباني التي تعكس تاريخ البحرين. الحقيقة كلنا نفتخر فيه. طبعا مثل ما تشوف المباني هذه فيها تنوع لمراحل معينة مرت فيها البحرين، سواء المدارس أو المستشفيات أو المساجد أو الأسواق الشعبية اللي موجودة فيها. ما يميز هذه القرية، مكونات هذه القرية، مساحة القرية هي أكبر بكثير من القرى اللي كانت مؤقتة للتصوير ولمواسم معينة. هذه قرية فيها إمكانيات كبيرة وتحتوي على الكثير من المكونات اللي يحتاجها أي منتج إعلامي. طبعا ما في شك هذه مرحلة أولى لمدينة الإنتاج الإعلامي. القرية التراثية الآن جاهزة للافتتاح، وإن شاء الله مثل ما قلنا راح تفتتح بإذن الله تعالى بعد انقضاء هذا الظرف الاستثنائي. راح تتاح لشركات الإنتاج للعمل فيها، وراح تتاح لكل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لإقامة فعاليات ومهرجانات تعنى بالموروث الشعبي. مشروع القرية التراثية هو مشروع ضخم يضم مبان معمارية بطابع تراثي وزخرفة مستمدة من الأصالة البحرينية، في موقع هادئ يقع في رأس حيان، يتمتع بالخصوصية وبواجهة بحرية وشاطئ ممتد لم يمسه العمران. فيها المساجد التراثية الكبيرة والصغيرة والمدرسة المطابقة لتصميم مدرسة الهداية الخليفية وواجهة قلعة سلمان بن أحمد الفاتح، ثم المستشفى القديم والأحياء السكنية القديمة ببيوتها المتنوعة باختلاف الحقب الزمنية. بالإضافة إلى العين والمزارع، وتأتي في واجهة القرية ساحة ضخمة لإقامة الفعاليات
وسوق شعبي والمبنى الإداري بتصميم مطابق لباب البحرين. ستكون هذه القرية مكاناً قابلاً لتصوير المسلسلات والأفلام مع شركات الإنتاج المحلية والخارجية، وكذلك لإقامة المهرجانات والفعاليات. وستتيح القرية أوقاتاً مخصصة للمواطنين والمقيمين في المملكة لزيارتها للاستمتاع بأجوائها. قرية البحرين التراثية، أصالة محفوظة وتاريخ يتجدد.